شو الحلم اللي عندك؟ الصراحة أنا حلمت بحماتي الله يرحمها، شفتها إنه زي كأنه أنا في بيت أنا وبنتي معاها يعني، وشفتها زي كأنه يعني في إيدها لحمة مقطعة وبتقولي كلي يعني، فأنا ما قلت طيب لها لا ما بدي، نية اللحمة نية يعني، فشفتها زي كأنها حطتها بتمها وأكلت، وحسيت انه في على دقنها يعني في كمان دم، وصارت طيب ترجف، فقمت انا قلت لها ايش بك ايش في يعني، قامت قالت لي لا لا انا ما فيني شيء ولا شيء عادي. وبعدين اوكي صرت اطالع على السقف فوق، لقيت زي كيف يعني عم بينزل دم، كأنه يعني كيف لما السقف ينش من فوق من الدور اللي الفوقاني يعني ينزل مية، بس هو عم بينزل دم. وطلعت أنا عند الجيران، شفت وحدة قلت لها بدي أقول لك إنه أنا يعني خفت كتير من حماتي، كانت لسه بدي أقولها إيش كانت بتسوي، إلا لقيت من دانها اليمين طلع دم، بس وصحيت من النوم فقط. بس. وكيف علاقتك فيها في الواقع؟ هي متوفية الله يرحمها، وأنا كتير كويسة يعني، أنا وياها جميل. كنا كتير أصحاب. تسلم يا زيد، بارك الله فيك. غريب حلمك هذا، يعني هذا حلمك عميق جدا، بس هو بالنهاية حلمك هذا وحلمك اللي قبله دلالة ان اخوك، ان زوجك متأذي، متضرر، زوجك ايوه متضرر، وان ضرره ربما يكون روحي، ربما يكون صحي، ربما يكون يسوي اشياء او يعمل اشياء تسبب له في الضرر هذا. فشو هو وضعه بالضبط؟ زوجك شو حالته؟ بشي الحمد لله بيصلي وكل شيء، بس انا بقول لك يمكن هو بيشتغل يعني حلاق نسوان يعني، هذا شغله، بس برضه حلاق نسواني مو من اللي انت ببالك فيهم يعني، هو ما بيتكلم ما بي يعني عن جد مو لانه زوجي، بس انه اي حدا بيشوفه بقول لي يعني زي هو يعني هو بيحسدني شوف عليه. شوف 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 زوجك عنده مشكلة روحية، روح يحليها. اوكي بنتك اللي انولدت فيها المشكلة هاي الصحية، طبعا كلها مقدر وأمر الله، ولكن ربنا خلق الأسباب وخلق اكيد الوقت اللي تغير فيه الأسباب. اكيد اكيد صحيح. بنتك بسبب زوجك، وابنك اللي توفى بسبب زوجك، وزوجك فيه عليه أمر روحي، والأمر الروحي هذا قوي جدا، وانا ما بحط في ذمتي، يمكن الشخص اللي سواه الايام متوفي، ايوه ولكن اتبعوا الاخبار واكثروا من السؤال وراح تلاقي الجواب، والعلم عند الله. ماشي، بس ان احلامك شاء الله. هذا واللي قبله يؤكد ان زوجك لديه مشكلة، والعلم عند الله. تابعيها، حليها معه. هاي احد الاخوات تقول لك رقية شرعية، يرقينا.